آلاف الإسرائيليين سدوا مداخل مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب، نافذة إسرائيل على العالم. تتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد خطة تعدها حكومة أقصى اليمين. يقول المتظاهرون إنها تسعى للانقلاب على جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا وتحويل إسرائيل إلى دولة دينية أصولية ديكتاتورية. إذا لم تنجح احتجاجاتنا فإننا مقبلون على انقلاب على نظام الحكم. لدينا وزراء متطرفون يريدون تحويل إسرائيل إلى دولة أصولية. الاحتجاجات العارمة أجبرت بنيامين نتنياهو على استقلال مروحية للوصول إلى مطار بن غوريون الدولي، حيث نقل إلى هناك اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي قبل أن يقلع إلى إيطاليا في زيارة رسمية. وقد اتهم خصومه السياسيين بالعمل على إسقاط حكومته. كل محاولات التوصل إلى تسوية رفضت المعارضة التي تريد جر الدولة إلى فوضى. المعارضة تريد إسقاط حكومة انتخبت بشكل ديمقراطي والتوجه إلى انتخابات سادسة. الاحتجاجات التي لم تخلو من اعتقالات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية تتخذ هذه الأيام منعطفا جديدا، لا سيما مع تزايد أعداد الداعين إلى عصيان الأوامر العسكرية بين ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي معظمهم من سلاح الجو ووحدات النخبة. نحن نقول للحكومة عندما تتحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية لن نخدم في الجيش ولن نخدم هذه الديكتاتورية. هذا الموقف موجود أيضا في صفوف الجيش النظامي. تسميها الحكومة إصلاحا وتصفها المعارضة بالانقلاب، وأيا كان الأمر فإن مواقف محايدة تعتبرها خطة محكمة وضعها بنيامين نتنياهو لإنقاذ نفسه من ملفات الفساد وتمهيد الأرضية لمنح الشرعية لوزراء حكومته المدانين بتهم جنائية. كلما تقدمت الحكومة الإسرائيلية خطوة نحو تشريع التغييرات القانونية يزداد الحراك الشعبي زخما وقوة. ليس مؤكدا إن كانت هذه الاحتجاجات ستنجح قريبا في حمل الحكومة على التراجع عن خطتها، لكن من الواضح أنها تعكس وجود شرخ عميق في المجتمع الإسرائيلي. لياسكر رام الجزيرة من مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب.